قصة شباب طرابلس مع قوارب الموت طرحها حزب الكتائب في مبنى أقليم طرابلس مع عدد من شبان المدينة الناجين من هذه التجربة التي كادت أن تؤدي بهم إلى الموت المحكم، والشبان أوصلوا رسائل في أكثر من اتجاه. نحن بعنا كل شيء بنملكه لنطلع نعيش حياة كريمة ونأمن مستقبلنا. جمعنا كم ليرة وطلعنا بالبحر، خاطرنا، تعرضنا كتير يعني لموت ومزلة بقلب البحر، ونقطعنا من الأكل والشراب وما بدهم يفوتونا كينو. ضلينا 4 أيام عم نعاني بالبحر لآخر الشيء وصلنا، كنا عم بيحاولوا يغرقونا. قعدنا بالكامب 40 يوم، عساس 15 يوم قعدونا 40 يوم، القعدة اللي كنا قاعدينها بالكامب ما في إنسان بقدر يعدها. بالكامب كان حديث إنه برا في جمعيات بدها تساعدنا وفي أمم وفي ما بعرف شو، لما طلعنا لبرا قصدناهم كليتهم، نحن ما عندنا ملفات، اللي إجي اللبناني يعني ما إله قيمة أبداً. أي حدا لبناني ما له قيمة. بدوره رئيس الأقليم عزيز ذوق لفت إلى اليأس الذي ينتاب شباب المدينة نتيجة سياسات الطبقة الحاكمة. 3 شباب من أصل ميات هربوا من الزل وخاطروا بحياتهم وتبهدلوا ببلدان غريبة من دون أي مسؤول أو جهاز أو مؤسسة رسمية تطلع فيهم، لدرجة أن السفارة اللبنانية ما طعمتهم ولا شربتهم ماء. وتبقى قضية قوارب الموت فصلاً من فصول مأساة اللبنانيين التي تتابع في ظل الأزمة الحالية.